السلام عليكم جميعا وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر 11 من شهر سبتمبر. في ساعتنا الأولى الليلة سنستمر مع المغرب، نواصل متابعة آثار وتبعات هذا الزلزال المدمر، نستقبل ونستمع لأصوات الناس هناك في المناطق المنكوبة وهم يقضون ليلتهم الرابعة في الخيام أو العراء. سنركز الليلة على جزئية رأي الجمهور في رفض السلطات المغربية للمساعدات الإسرائيلية والفرنسية، ربما البعض سيشيد رغم فداحة هذه الكارثة. تم التجاوب على كل حال مع عروض محدودة للمساعدة الحقيقة من قبل إسبانيا وقطر، المملكة المتحدة والإمارات إلى حد الساعة دون غيرها، هذا وفق ما أعلن. ما السر برأيكم في التحفظ أو الصمت تجاه باقي العروض وقد وردت عروض من دول عديدة في العالم بينها الجارة الجزائر؟ هل هناك عجز أو تقصير في التعاطي مع أثار الزلزال؟ السؤال هذا نوجهه طبعا لمن سيتواصل معنا من المناطق المنكوبة، إذا يلاحظ أي تقصير أو عجز أو ضعف في الوصول إلى هذه المناطق من حقه أن يوصل صوته بالطبع في مثل هذه الظروف. سؤال مهم الحقيقة، أين الإعلام المحلي في تغطية هذه الكارثة؟ ولماذا تأخر في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضرراً؟ لاحظنا الحقيقة فضائيات عربية هناك كانت سباقة في الوصول. المغرب لماذا التجاوب المحدود مع المساعدات الدولية رغم أن الزلزال المدمر يحتاج إلى جهود أكثر من بلد، دون طبعاً التقليل من جهود المغرب؟ هذا في ساعتنا الأولى. الساعة الثانية للأسف سننتقل الليلة لكارثة أخرى، ونبدأ بتعزية طبعا أهلنا في المغرب ممن ارتقوا إلى بارئهم، لأن أعداد الضحايا طبعا في ازدياد كما تعلمون، في آخر إحصائية وصلت إلى 2681 ضحية. في ليبيا أيضا كارثة أخرى بسبب الفيضانات وأعداد الضحايا بالمئات، مدن الشرق الليبي تغرق بسبب العاصفة دانيال، والحديث عن مئات الضحايا وربما أكثر من ذلك وأعداد كبيرة من المفقودين. تقارير كما قلنا عن مئات الضحايا جراء هذه الفيضانات والسيول، نترحم طبعا على من قضوا في هذه الكارثة أيضا في مدن الشرق الليبي. إعلان مدينة درنة مدينة منكوبة وهي إحدى أجمل المدن في الشرق الليبي لمن يعرفها، حالة استنفار من أجل إغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات في البلاد. اجتاحت السيول عدة مدن في شرق البلاد وغربها، وتسبب جريان الأودية بإغراق المنازل والمستشفيات وتضرر أعداد كبيرة من السيارات وتدمير الطرقات. نفتح الساعة الثانية طبعا للتواصل مع أهلنا في ليبيا للإطمئنان على أحوالهم، والحديث أيضا فيما يتعلق بالضحايا وظروفهم التي يواجهونها الآن، ونركز طبعا على الشرق الليبي. وسؤال مهم الحقيقة، نأمل أن من سيتواصل معنا من الغرب الليبي يجيبني على هذا السؤال، هل يهب أهل الغرب الليبي لإغاثة إخوانهم في الشرق بكل ما استطاعوا وتجاوز جراحات الماضي وخلافاته، أم أن الخلافات ستقف عائقا أمام تقدم الغرب نحو الشرق؟ الوطن لا يتحرك إلا بجناحين كالطائر تماما. ليبيا مئات الضحايا بسبب العاصفة دانيال، أحوال الناس والإغاثة المطلوبة. سنقف مع أهلنا في ليبيا في الساعة الثانية، ولكن دعونا أيضا نستمر في الوقوف مع أهلنا في المغرب بسبب كارثة الزلزال. أهلا بكم. ارتفع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2681 قتيلا، وذلك بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن وزارة الداخلية في آخر تحيين لهذه الأرقام. تمكنت السلطات من دفن 2530 شخصا منهم
وبلغ عدد الجرحى 2501 حتى الآن. تقضي آلاف الأسر المغربية ليلتها الرابعة الليلة في العراء بعد هذا الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة. ستنضم فرق طوارئ من خارج المغرب إلى جهود الإنقاذ، بينما تواصل الفرق المحلية بحثها اليائس عن ناجين محتملين. تقول الحكومة المغربية أنها قبلت مساعدات طارئة من 4 دول، هي بريطانيا، إسبانيا، قطر والإمارات، وأنها ستقبل المساعدة من دول أخرى مع تطور الاحتياجات. خصصت مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين في وقت لا يزال الوصول فيه إلى القرى والبلدات النائية في المناطق الجبلية المتضررة صعبا للغاية، إذ يتطلب فتح الطرق والمسالك الجبلية التي تقطعت من جراء هذا الزلزال وفقا لناشطين محليين. نركز الليلة على جزئية رأي الجمهور، كما قلنا، في رفض السلطات المغربية للمساعدات الإسرائيلية والفرنسية. ما رأيكم في هذا الموقف؟ تم التجاوب طبعا مع عروض المساعدة من عدد محدود من الدول، الحقيقة هي إسبانيا، قطر، المملكة المتحدة والإمارات دون غيرها إلى حد الآن. طبعا المغرب يقول بأنه منفتح على المزيد ربما من المساعدات إذا ما تطلب الأمر ذلك. ما السر في التحفظ أو الصمت تجاه باقي العروض وقد وردت من دول عديدة في العالم بينها الجزائر؟ نسأل أيضا المواطن في الميدان، هل لاحظت عجزا أو تقصيرا ما في التعاطي مع أثار هذا الزلزال؟ هل كان الوصول للفرق المغربية سريعا للمناطق المنكوبة؟ كيف ترون تغطية الإعلام المحلي لهذا الزلزال وهذه الكارثة؟ هل كان الصحفيون المغاربة الأوائل ممن وصلوا إلى القرى والأماكن النائية في الجبال؟ أين الإعلام المحلي في تغطيته لهذه الكارثة؟ ولماذا تأخر كما يقول البعض؟ طبعا أنا أسأل وفقا ما ورد في بعض صفحات التواصل، ولكن بإمكان الجمهور المغربي أن يصحح. طبعا نحن نتألم لآلام أهلنا هناك، ولكن لابد من تغطية المشهد بكل زواياه. الزاوية الإعلامية زاوية مهمة الحقيقة في تغطية هذا المشهد. لماذا تأخر الإعلام المغربي في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا؟ المغرب إذن لماذا التجاوب المحدود مع المساعدات الدولية رغم أن الزلزال مدمر ومدمر للغاية؟ طيب أعود بعد قليل للجمهور وأعطي الأولوية لو سمحتم، طبعا اللي يتواصل معنا كل يوم يعني يعطي فرصة لمن يتواصل معنا من الميدان من المناطق المنكوبة، لمن يشارك معنا للمرة الأولى له الأولوية. لكن دعوني أرحب بضيفنا الأول في هذه الساعة، نرحب بالأستاذ يوسف أنزيد وهو رئيس مؤسسة رفقاء الخير من ستي فاطمة. سيد أنزيد مساء الخير، كيف تجري جهود الإنقاذ والإغاثة حيث أنت؟ ولو تضعنا في صورة يعني هذه الجهود، وهل تمكنتم أو تمكنت بعض الفرق هناك من إنقاذ بعض الناجين من تحت الركام؟ أستاذي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أولا أتقدم بخالص العزاء لجميع الضحايا هنا بالمغرب الحبيب، حيث مر هذا الزلزال وترك خلفه يعني العديد والعديد والعديد من الوفيات. بحدود ساعة أستاذي الفاضل أجزم لك وأقر لك أنه تقريبا 30% من الأقاليم المنكوبة أو الدواوير المنكوبة لم تصلها لحدود ساعة فرق الإنقاذ. هناك العشرات إن لم أقل المئات من الأشخاص لا زالوا لحدود ساعة. عفوا يعني سمح يعني اعذرني على المقاطعة، لو تعيد الملاحظة الأولى، تقول أغلب المناطق المنكوبة لم تصلها فرق الإنقاذ بعد؟ لا الحمد لله تقريبا 70% تقريبا وصلتها فرق الإنقاذ. هناك تقريبا 30% من المناطق المنكوبة مجموعة من الدواوير التي يعني أتحدث عن كل قرية سكنية فيها أزيد من 50 منزل. حتى قبل الزلزال كانت هذه المنازل آيلة للسقوط لأنها بنيت على فلات أو على الجبال، فلك أن تتخيل أستاذي الفاضل أن هؤلاء الناس حدود ساعة لم تصلهم طرق الإنقاذ، حدود ساعة
لم تصلهم الإعانات لحدود ساعة، لم يسمع صوتهم للآن لحدود ساعة، لم تصلهم يعني حتى أي شيء لم يصلهم لحدود. طيب أعطيني ساعة. أعطيني أسماء هذه القرى والنجوع كما يطلق عليها البعض. لأنه هناك دور أيضا للمجتمع المدني، بإمكان المواطن المغربي اللي يسمعني الآن أن يحاول الوصول هناك ومد بعض المساعدات. أستاذ أنا أتحدث عن دواوير هي تبعد تقريبا بحوالي 40 إلى 50 كيلومتر عن أقرب نقطة ممكن أن يصل عن النقل الآن. كيف يمكن أن ننتقل إلى هذه الأماكن؟ نتحدث على أن الطريق الآن، الطريق، أن أتحدث معك من عين متى، الطريق مقطوع. الطريق هي عبارة عن طريق يعني ترابي، طريق كما نقول نسميها بطريق، هي طريق ترابية فقط، كلها يعني تم ردمها، كل طريق تم ردمها. يعني الوسيلة الوحيدة للنقل هي المروحيات. المروحيات يعني تحاول أن تنتقل إلى الأقاليم الأقرب، لكن هناك أقاليم كثيرة جدا لم تصلها لحدود ساعة أي مساعدة وأي شيء. طيب يعني يعني عندما يعني جلستم و ربما تابعتم أحوال الناس ممن كتب لهم النجاة من هذا الزلزال، ما هي احتياجاتهم العاجلة الآن في هذه اللحظة؟ أستاذ الفاضل، أود أن أنقل لك يعني مشهد حضرت له بأم أعيني لكي يعني تعرف معنى الحقيقي للمعاناة التي يعيشها المواطن الآن المغربي المنكوب في هذه الدواوير. لك أن تتخيل أستاذ الفاضل عن مشهد لشاب تقريبا سنه يعني 18 سنة فقد أمه وفقد أبوه وفقد إخوانه. لك أن تتخيل يعني أول شيء يحتاجه هذا الشاب وذاك الدعم النفسي، ذاك الدعم المعنوي لكي يعني يجتاز هذه المحنة، لأنها محنة ليست بسهلة نهائيا. هناك مجموعة من الدواوير التي الحمد لله الطريق يعني تصل إليها الإعانات، يحتاجون إلى الأفرشة، لأن هذه الأقاليم وهذه الدواوير يعني درجة البرودة فيها يعني قاسية جدا، فيحتاجون أستاذ الفاضل للأفرشة، يحتاجون للأغطية، يحتاجون للخيام، لأنه ليس هناك خيام أبدا. الخيام توجهت إلى بعض المناطق فقط، لكن مناطق عدة لم تصلها الخيام أبدا. يحتاجون إلى بعض المساعدات الغذائية، والمساعدات الغذائية يعني ليس فقط سكر، شاي، أرز، لا، هناك حفاضات للأطفال، هناك حليب للأطفال، هناك يعني مجموعة من الأمور التي تعين هؤلاء الناس. لك أن تتخيل أستاذ الفاضل أن هذه الدواوير التي يعني أنقل لك جزء من معاناتها كلها انقطع فيها الماء بشكل نهائي، لأنها كانت يعني تستعين ببعض الآبار لتزويد هذه الماء، تلك الآبار ردمت فانقطع الماء، انقطع الكهرباء أيضا على مجموعة من الدواوير. فصدقا الأمر صعب جدا جدا جدا، والأمر ليس بتلك يعني البساطة وليس بتلك الصورة، لأننا نحاول جاهدين يعني أن ننقل لكم تفاصيل ما يحدث، لكن أستاذ الفاضل ما يحدث هو أشد قسوة مما ننقل لكم، هو أشد صعوبة مما ننقل لكم. فنرجو الله تعالى أن يكون مع هؤلاء الناس، أن يكون معنا، أن يكون مع حتى مع فرق الإنقاذ، أن يكون حتى مع المسؤولين ومع كل من. طيب أنت نعم يعني أنا فقط أشير لمن يتابعنا من غير المغاربة، طبعا أنت تحادثنا الآن من قرية ست فاطمة. نعم بالضبط أخي. وهي تبعد تقريبا 70 كيلومتر على مراكش، ومرتفعة طبعا 1500 متر تقريبا على سطح البحر. هل الإعلام المغربي حاضر لتغطية وإيصال هذه المشاهد للناس؟ لأن الصورة مهمة في التأثير على يعني دفع الناس على المساعدة والتبرع في لإغاثة المنكوبين، وأيضا إيصال صوت هؤلاء للعالم من حولهم. هل شهدت وسائل إعلام مغربية هناك في الميدان؟ نعم هناك جهود أقر أنها يعني موجودة لمجموعة من الصفحات الإلكترونية، مجموعة من القنوات العمومية هنا بالمغرب، وأيضا حتى قنوات عربية وقنوات عربية انتقلت إلى عين المكان. ما هو يعني الشيء الذي يعاب هو أن كل هذه القنوات وكل هذه الصحف
انتقلت إلى مناطق معينة فقط، انتقلت مثلا إلى إقليم مولاي إبراهيم فقط، لم تنتقل مثلا إلى منطقة 30 يعقوب أو منطقة مثلا ورزازات أو مثلا مناطق تارودان، لأن هناك يعني حالات تبني القلوب، يعني حالات يستحيل وصفها. فالإعلام يمكن أن نقول أنه يقوم بمجهودات جبارة، ما يعاب هو أنه توجه بشكل يعني كلي إلى منطقة معينة فقط، لكن هناك يعني مجموعة من المناطق الأخرى التي تعاني الأمرين، منطقة شيشاوة، إقليم شيشاوة، إقليم مولاي إبراهيم، إقليم ثلاث يعقوب، إقليم إيجوكاك، إقليم تارودانت، إقليم ورزازات، بعض أقاليم المجاورة لمدينة أكادير، فالضرر كبير وكبير ومهول أستاذ الفاضل. السيد يوسف أنزيد رئيس مؤسسة رفقاء الخير، كنت معنا من قرية ستي فاطمة، نشكرك جزيل الشكر وشكرا لك لنقل هذه الصورة الحقيقة وحالة الدمار الواسع والاحتياجات أيضا في تلك المناطق. سيكون معنا أيضا ضيف ثاني في منتصف هذه الساعة، ولكن نبدأ استقبال بعض المشاركات، لكن يريد تختصروا حتى نستقبل أكبر عدد ممكن من المشاركين. محمد من المغرب، مساء الخير محمد. السلام عليكم. وعليك السلام يا محمد. أنا أحييك يا أستاذ صالح، تحية لك وتحية لكل متتبعين قناة الحوار. يا هلا بك يا أخي. يا أخي أنا أقول لك إن لله وإنا إليه راجعون. كما قال الرسول، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونسأل الله الرحمة لكافة الموتى والصبر والسلوان لذوي الهالكين، والشفاء إن شاء الله العاجل لكل يعني المصابين. يا أستاذي الكريم، من خلال يعني كلامك يعني بالنسبة للإعلان المغربي، أنا والله العظيم كذلك أنا أتساءل وكثير من الناس يتساءلون على هذا الأمر، ما هو السبب لعجز الإعلام يعني على ليس هنالك يعني معدات؟ وفي حقيقة الأمر يعني إعلامنا باهت في يعني لا قليل، ولكن الشيء البارز يعني والإعلام البارز يعني أو القنوات البارزة، وهي قنوات الجزيرة هذا معروف يعني في الحقيقة يعني عندهم مراسلين ويعني وتغطية يعني جيدة ويعني وبرامج يعني في المستوى، هذا من جهة. أما من جهة يعني قبول بعد المساعدات لبعض الدول ورفض الشيء، يعني في حقيقة الأمر كذلك كثير من المواطنين يتساءلون على هذا الأمر، ما هو السبب؟ ولكن أنا أقول لك، أنا في الحقيقة نحن الناس ببساطة، ولكن يعني الدولة والنظام عنده رأي، وعنده يعني هنالك يعني نظام مع نظام، خصوصا مع النظام الجزائري. لكن ما دمت أشرت إلى هذه النقطة يا محمد، وأنا على الأقل انطلاقا من جمهوري لا أتحدث باسمي، يعني أنا على ثقة بأن الجمهور يرحب بعدم قبول أي مساعدة من المحتل الصهيوني المجرم، ولكن الجمهور ربما يرحب بفتح باب المساعدات من باقي الدول. الجزائر تعرض، يعني يفترض أن يفتح أمامها الباب. تونس على تواضع أحوالها أيضا عرضت المساعدة. دول عديدة في العالم، الولايات المتحدة غيرها، يعني إذا كان هناك حاجة، ضيفنا، أنت استمعت ضيفنا قال لك يعني هناك ظروف مأساوية. إذا كانت ظروف مأساوية، ما المانع أن يفتح الباب لأكثر دول لتساعد؟ يعني يا أستاذي الكريم، أنا كذلك مع هذا الرأي، وكذلك أنا يعني أنا ضد المحتل الصهيوني الغازي، أنا ضد، وأنا مع إخواننا في الجزائر. ولكن يا أستاذي الكريم، كما تعلم بلدنا ونظامنا يعني يتناغم مع الكيان الصهيوني، وهذه الحاجزات ما بين النظام الإسرائيلي الجزائري والمغربي يعني لها أبعاد. طيب دعنا نبقى لا نسيس كثيرا الموضوع حتى نبقى في هذا الإطار. على كل حال، ربي صفي القلوب كما يقال. شكرا لك محمد من المغرب. عبد العاطي من المغرب أيضا. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام يا عبد العاطي. يا أخي صالح، بالمناسبة أن نترحم عن الجميع من توفي في هذه الكارثة هذه، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وكل من، وهذوك الناس الله يرحمهم اللي ماتوا،
بما يخص المغرب ماشي رفض باش 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 يساعدوا الدول الاخرين. حنا كنرفض، حنا انا كمواطن كمغربي كنرفض اسرائيل باش تساعدنا. حنا كاع اي دوله عربيه اسلاميه او اي دوله اخرى صديقه حنا كنرحب بسميتو. هو المشكل اللي كاين هو انا في مدينه مراكش وكنعرف هذوك المناطق مزيان، فهمتي؟ لان حنا كنزوروا هذوك المناطق، وهذا هذوك المناطق من الصعب، من الصعب ملي كتمشي في الطريق اللي هي معبده كاع كما كنقولوا، من الصعب باش توصل لذوك البلايص. لا هذا الكلام، هذا صحيح، نعم هي طرق وعره وجبليه، لكن يا عبد العاطي هناك سؤال يطرح على صفحات التواصل، وأنا من واجبي في إدارة هذا البرنامج أن أصيله لمن يتابعنا ويشارك معنا. يعني أين هي الطائرات المروحية؟ لأن المروحية معلوم بأنها تهبط في أي مكان، يعني لا تحتاج إلى أرضية ممهدة. أين هي مروحيات المغرب حتى تغطي كل المناطق المنكوبة؟ عندك يعني عجز في المروحيات، أطلب من أشقائك في الجزائر ولا فضل لهم في ذلك، يعني يقدمون دون تردد، وكذلك باقي الدول. ماذا تنتظر والوضعية صعبة للغاية؟ هذا هو السؤال المحير الحقيقة. يعني سؤالك صحيح أخي صالح، فعلا أين هي المروحيات؟ يعني هناك مروحيات موجودة، ولكن لا، ليس بالكفاية كما يقول الناس، لأن احنا توصلنا الأخبار من المناطق اللي كتوصلنا الأخبار، كتوصلنا مواقع التواصل الاجتماعي. اما بالنسبه للقنوات المغربيه المناطق اللي كتغطي كيقول لك واصلين لهم، بعض الناس كيتكلموا كيقول لك حنا اليوم ثلاث ايام ما وصلنا حتى شي حاجه. بعض المناطق يعني هذه المناطق راه صعيب باش توصل ليها، راه كتمشي في الطريق البريه حتى كتمشي لواحد البلاصه، وكيخصك الا غادي تكمل باش توصل لدوك السكينه كيخصك شي حاجه تستعمل، كيستعملوا الحيوانات كالدواء نعم. والحمير والدواء، هما اللي كيوصلوا بهم لهذوك البلايص. طيب أنت كمواطن مغربي ماذا تقول لبلدك في هذا الباب؟ هل آن الأوان الآن لفتح الباب للمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة؟ ولا مرحبا بالمساعدات الصهيونية كما يقول البعض، ولكن احنا ما كنرحبوش بالمساعدات الإسرائيلية، احنا كنرحبوا جميع الدول العربية حتى اللي عندنا معهم خلاف، مرحبا بهم، ما عندناش مشكل. جميل، شكرا لك. مرحبا بأي كان من 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 أي كان من كل الدول العربية، من الجزائر وزيد. شكرا لك عبد العاطي من المغرب، أشكرك. أبو مريم من الجزائر. أبو مريم. طيب ننتقل لمحمد من إيطاليا. أخي صالح، يا أهلا بيك خويا صالح. سأتطرق لثلاث نقاط. النقطة الأولى هي ما يتعلق بالمساعدات الإخوان. أنا عندي نداء الإخوان في أوروبا عموما، في إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، أن المساعدات، أن المملكة المغربية فتحت حساب بنكي لتقديم المساعدة للمهاجر لمغاربة العالم. أنا ما بغيتهمش يبقى يعطوا المساعدات للجمعيات المحلية، لأن المصاريف ديالها ما تعرفيش ديك المساعدات فين تتمشي، واش هذوك الناس كفؤ لهذيك المسألة، لأنهم ما سيروش حتى الجمعيات ديالهم، ما بالك وصلوا المساعدات للمغرب. هذه نقطة بعد، النقطة أولى ومهمة. النقطة الثانية أخي صالح هي ما يتعلق بالمساعدات. المغرب فيما يتعلق بالمساعدات، المغرب رفض بعض الدول وفيما يتعلق بالإخواننا في الجزائر، أن وزير العدل المغربي قال بالحق أن على 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 وزارة الخارجية الجزائرية أن تنسق مع وزارة الخارجية المغربية ومرحبا بالمساعدات. هذا كلام وزير العدل المملكة المغربية. كلام جميل، كلام جميل، شكرا لك محمد. أشكرك محمد من إيطاليا. معنا أيضا محمد من فرنسا. محمد من فرنسا، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أخي احنا ونبكي ودم، الله يرحمهم. ما علاش ما يخليوش الجزائر تعاون غير في الجبال هادوك، هادوك الجبال باسكو الناس منسيين لتما، هما مهزين الورقة وسطين له، عندنا مشكل مع الجزائر. أو سي بو مومون، أو خلوا الشعب، خليونا نعاونوا الشعب هذاك اللي مردوم، اليوم الناس يبقوا مردومين. للاسف الصوت غير واضح يا محمد، شكرا لك يا محمد من فرنسا، اعذرني الصوت غير واضح من المصدر، انا اعتذر منك جيد يعني بشكل كامل. يوسف من المغرب. اهلا اخ صالح. اهلا يوسف. السلام عليكم. وعليك السلام. تحية لكم وتعازينا الخالصة لأهلينا في المغرب. أنا مغربي من مدينة الدار البيضاء. يا هلا بيك. وأنا أقول لك بكل أمانة، لست لا مع ولا هذا الدولة، بكل أمانة. في اليوم الأول من الزلزال عرفنا كانت القنوات المغربية لمدة 4 ساعات بعد الزلزال
ليس فيها أي خبر. أنت تؤكد هذه المعلومة؟ نعم، لأن أول أنا مقيم في أمريكا، وأول ما اتصلوا بي الأهل بأن ضرب الزلزال في 11 ليلا، نعم، أول شيء اتجهت إليه إلى القنوات لمدة 4 ساعات، ليس هناك في القنوات ما يتحدث عن زلزال. مشيت الانترنت لأرى. طيب يعني ماذا تقول لهؤلاء الإعلاميين ورؤساء التحرير؟ يعني هل يستمرون في عملهم أم يفترض أن 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 أن, أن, أن يعفوا جميعا؟ لأنه ليس هذا هو دور الإعلام ولا السلطة الرابعة. أخ صالح، أنا لا أعترف بالإعلاميين الأجراء. الإعلام الحر، الجزيرة هي أول ما قامت بالتغطية، هذه نقطة. النقطة الثانية، كيقول لك ما بغيناش المساعدة من فرنسا، ورفضوا المساعدة من فرنسا وأمريكا لأسباب سياسية. يا أخي الناس كتموت كالحشرات، الناس تعاني، وأنت تقول لي لا لا لا، ما هذا الهراء؟ هو هذا الملك الذي رفض المساعدة يتعالج في فرنسا، ويقال أنه أصلاً كان في فرنسا في الفترة التي فيها الزلزال، وتقول لي أنا أرفض فرنسا؟ هذه نقطة الحقيقة. المساعدة من السيطرة. شكرا لك يوسف من المغرب، هذه نقطة تستحق الإشارة للأمانة. يعني لسنا هنا في إطار أن نسيس الموضوع أيضاً ونحوله إلى انتقادات وما إلى ذلك، لكن من حق المواطن المغربي الذي يقيم في الخارج أن يتساءل هذا السؤال. إذا أنت حضرتك رئيس أو ملك تتعالج في فرنسا، ثم لما تعرض عليك فرنسا المساعدات لإنقاذ شعبك تتعفف، يعني طيب إما أنك تصفن على ذرعانك بالمنطق، اسمحوا لي أحياناً أستخدم العامية حتى أوصل الصورة، يعني أنت قادر أنك يعني تغطي كل هذه المناطق المنكوبة الله يعين الناس، وإلا تقبل المساعدات. نعم، من المحتل الصهيوني سلمت يداك، ارفض ما تشاء، هذا المحتل لا بارك الله فيه، لكن ما دون ذلك يعني حتى لو هناك خلافات سياسية وأبعاد سياسية اقبل، لأنه تريد أن تنقذ شعبك. أما ترفض وإنت عاجز، مشكلة. يعني أنا أعرف أن بعض الدول العربية وبعض الأنظمة العربية تريد أن تتظاهر بمنطق الدولة الكبيرة المسيطرة على الوضع والقادرة على كل شيء. يا أخي هي تركيا أقوى من، يعني قدراتها كبيرة جدا، وفتحت الباب أمام كل المساعدات وأعلنت بأنها لا تستطيع أن تغطي المشهد في الكوارث. مهما كانت الدولة في الكوارث، كل دولة حتى الدول العظمى تستحق المساعدة، وحصل هذا في دول غربية عديدة. فالمفروض المغرب الحقيقة لا يتظاهر بين ظفرين بأنه دولة لا تستحق المساعدة وأنها دولة عظمى ومسيطرة وتؤدي الغرض. لا والله، الظاهر من خلال المشاهدات ومن خلال بعض الشهادات من الناس في الميدان هناك تقصير وهناك عجز فظيع. الحقيقة أنا أقول هذا والله حبا للمغرب وحبا لهؤلاء الضحايا والناجين أيضا، لأنه لا يمكن أن نغطي المسائل بطريقة هكذا. يعني هذا إعلام يزعم بأنه إعلام حر ونمثل صوت الناس، ونحن لا نقول إلا ما يقوله الناس. يعني مش معقول، أنا أقول هذا بصدق وبأمانة، مش معقول بعض المناطق يصلها إعلام من خارج المغرب ولا يصلها الإعلام المغربي. مفارقة قاتلة. طيب نبقى في إطار التغطية للضحايا والناجين أيضا واحتياجاتهم. فاطمة من الجزائر، مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. في الحقيقة الأمس اتصلت لأبلغكم أنه من خلال قناة الأنيس الفضائية الجزائرية كان فيه عرض أو منشط أن دولتنا الموقرة قد عرضت أو قد برمجت مخططا فيه 80 من أعوان الحماية المدنية، يعني نصف منهم مختصين في إنقاذ من هم تحت الأنقاض، وفيه فريق طبي بالإضافة إلى مساعدات إنسانية تتمثل في أفرشة وخيم وأدوية ويعني وكساء إلى غير ذلك. والذي أدهشني هو أن كنت أظن أن الجزائر فقط هي التي لم يؤذن لها، لكن اكتشفت فيما بعد أن تركيا أيضا طلبت الإذن. لا لا، هي من باب الأمانة دكتورة فاطمة، دول عديدة، يعني المغرب قال إلى حد الآن الحاجة لا تدعو لذلك، هو قبل من 4 دول فقط من دول العالم، يعني الجزائر ليست مستثنات لذاتها، لا ضمن بعض الدول. لكن الجزائر كما تحدث أحد المشاركين منذ قليل
هناك وزير مغربي قال الجزائر بإمكانها تنسق مع الخارجية المغربية وأهلا وسهلا بمساعداتها. والله نحن 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 اكيد سنسارع في هذا الامر، لانه هو امر انساني وامر اخلاقي. لا، ليس فقط انساني واخلاقي، هؤلاء اخوه واشقاء والجار للجار، يعني نعم الجزائر نعم المفروض نعم تتقدم مباشره نعم الحقيقه نعم للمساعده. ليس من الاخلاق حسن الجوار، هذا امر يعني مفروغ منه. نعم يعني ما لا فيه من ولا استكثار، يعني هذا امر مفروغ منه. تبقى قضيه المناطق، ان المناطق هي وعرة ولا يمكن الوصول، هذا غير مبرر. فهؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة المعزولة كيف يقضون أغراضهم؟ كيف يذهبون الأطفال إلى المدارس؟ كيف يعيشون؟ يعني طالما هي منطقة وعرة، هؤلاء كيف يعيشون؟ يعني إذا كان هؤلاء يعني يجتهدون في هذا هذه أسئلة ما بعد الزلزال. أشكرك دكتورة فاطمة، أنا شاكر مداخلتك. هذه أسئلة ما بعد الزلزال بالفعل ستطرح. هذه المناطق النائية وطرقها الوعرة وحالتها الحالة، بيوت من الطين، بصراحة أقول بصدق، تكشف نقاط ضعف وتهميش. ومناطق الظل في المغرب أمر لا يمكن الصمت عنه. هذه ستطرح بعد يعني الزلزال، كارثة ومحنة كبيرة، ولكنه كشف اللثام عن نقاط ضعف ومناطق مهمشة كثيرة. شو أنت تقول لي منطقة في الجبل ونائية وما عندها، يعني كيف يدرس الأطفال الصغار هناك؟ وين الطرق؟ وين التغطية؟ وين شبكة أوكي، يعني المدن المغربية ضخمة ونعم يتباهى بها المغرب ويحق له ذلك، لكن الدولة التي تتباهى بكل شيء يفترض أن تصل لكل هؤلاء المواطنيها حتى في القرى النائية، وتوازن في توزيع الثروة، وتوازن في توزيع البنى التحتية. هذا كلام سنأتي على ذكره، ليس أوانه الآن، لكن أنا أعيدكم بذلك بأننا سنعود إليه. هشام مساء الخير من المغرب. هشام من الجزائر. بل من الجزائر، تفضل. السلام عليكم أخ صالح. وعليك السلام. أولا نعزي إخوتنا المغاربة والليبيين فيما أصابهم، رحم الله موتاهم وشافى جرحاهم إن شاء الله. الله يبارك فيك. السؤال الذي يبقى مطروح، لماذا المكابرة من النظام المغربي؟ هو في أمس الحاجة، وما جاء على لسان ضيفكم قبل قليل يعني والله يبكي الحجر. أناس لليوم الرابع ما زالوا تحت الركام. دعنا لا نقول مكابرة هشام، ونأمل الخير الحقيقة. أنا شخصيا آمل، والله نحن نتمنى الخير لكل المغاربة والليبيين وكل مسلم وكل عربي إن شاء الله، ولكن لماذا فقط قبول مساعدات ربع دول؟ كلام جميل. أنه نحن ساعدنا برفضها للمساعدات الإسرائيلية، يعني ساعدنا كثيرا، لأنه موقف مشرف لنا جيد جدا. نعم. ولكن لماذا باقي الدول؟ تركيا لديها تجربة، الجزائر لديها تجربة، لاحظنا في زلزال تركيا وسوريا كيف أنهم مباشرة لا، وخصوصا يعني سرعة الوصول، يعني لأنه نعم يعني نعم على الحدود مباشرة بإمكان الطائرات الهليكوبتر الجزائرية تساعد في الوصول إلى هذه القرى النائية نعم وغير ذلك. أنا أشكرك هشام، شكرا لك. الآن انضم إلينا ضيفنا الثاني في هذه الساعة، الأستاذ توفيق عطيفي، فاعل مدني وإعلامي من إقليم شيشاوة، وإقليم شيشاوة هو أحد الأقاليم الأكثر تضررا أيضا. سيد عطيفي مساء الخير، باعتبارك فاعل مدني وإعلامي، حدثنا عن الإعلام ودوره في هذه الكارثة. هل أنت راضي على الإعلاميين المغاربة وسائل الإعلام المغربية في الوصول إلى مناطق يعني متضررة كان في إقليم شيشاوة أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع ولمشاهديكم الكرام، وتشكر بالتحديد قناتكم على الاهتمام بالحادثة والفاجعة التي ألمت لا أقول مغاربة فقط، ولكن ألمت بالإنسانية جمعاء في كل أقطار العالم. ونشكر كل شعوب العالم على اهتمامهم وعلى تتبعهم لهذه الواقعة التي ألمت بالمغاربة كلهم ملكا وشعبا بالمناسبة. نعم. فيما يتعلق بالإعلام،
المغربي، هل أنا راضي عن الإعلام المغربي؟ لذلك المسألة ليست في الرضا أو عدم الرضا، المسألة في هل تحقق الهدف أم لم يتحقق. أعتقد جازما على أن الهدف الحمد لله قد تحقق، والإعلام الوطني المغربي وإن كان فعلا هنالك تأخر، هنالك نعترف وهذا يعني من الناحية الموضوعية هنالك يعني متابعة إعلامية، ولكن الإعلام الجهوي والمحلي هو من واكب في البداية هذه الوقائع يعني والصفحات الفيسبوكية في البداية. البعض سيد عطيفي لحظة، تأخر الإعلام الرسمي، تأخر الإعلام الرسمي على الأقل غاية الثانية صباحا أو أكثر، لكن مواكبة الإعلام العربي خاصة قناة الجزيرة، مشكورة الجزيرة المباشر إلى غير ذلك، وعبركم قنواتكم وغيرها من القنوات الأخرى مواكبت في هذا الأمر، ولكن الهدف تحقق من خلال تعبئة السلطات العمومية. كلام جميل، ولكن ألا ترى، حتى بين قوسين ونغلق هذه الزاوية، ألا ترى بأنه نعم، يجب إعادة النظر في دور هذا الإعلام الرسمي الذي تأخر كما يقول أحد المتصلين على الأقل 4 ساعات بعد كارثة نعم الزلزال، يعني لا لا وكأنه كان يعني غير مهتم أو لا يتابع، يعني أنا إعلامي لا أجد تفسير لذلك الحقيقة يعني. نعم، شو رجاء أشاطر الرأي، نعم يجب إعادة النظر، يجب تصحيح المسار، أعتقد أن الحاجة اليوم هي تصحيح المسار. السؤال، هل الطبيعة الجغرافية هل تأذن من طبيعة الحال للإعلام الرسمي أن يصل إلى هذه المنطقة؟ لعلمكم فقط، فالمنطقة التي أصيبت، لا أقصد هنا يعني نقطة ارتكاز الزلزال، ولكن أقصد المناطق المجاورة مثلا في إقليم شيشو، أقصد تيكخت بأداسيل، وأقصد إيمين دونيك إلى غير ذلك، هذه المناطق ليصل إليها من هو متواجد بالعاصمة الإقليم شيشو ليصل إليها يعني يحتاج إلى ساعتان أو 3، وما نظر لوعورة تضاريسية لنعترف بهذا، لكن كيفما كان الحال فالحاجة لإعادة المسار، لإعادة صحيح المسار، والحاجة لإعادة النظر في الإعلام الرسمي، حتى مسألة الموارد البشرية، هل الإعلام الرسمي على مستوى التغطية الجهوية هل يتوفر على الموارد البشرية الكافية والبنية اللوجستية للوصول إلى هذه المناطق الوعرة؟ هذه الأسئلة لست أنا معني بطبيعة الحال بالجواب عنها، القائمين على الإعلام الرسمي هم من لهم طبيعة الحال صلاحية الجواب والنظر في هذا العمل. طيب نعود الآن إلى الميدان أكثر سيد عطيفي، أنت في إقليم شيشاوة وهو أحد الأقاليم الأكثر تضررا، حدثنا عن مشاهداتك هناك وأصوات الناس، يعني ماذا حملوك الناس من ربما من مناشدات واحتياجات؟ نعم، وأشكركم على هذا السؤال، وهذا السؤال هو سؤال الوجيه ربما أكثر من السؤال الأول. نعم صحيح. المسألة أنقل إليكم بأمانة، هنالك تعبئة عامة يعني من الدولة المغربية، مشكورة في شخص جلالة الملك، مشكورة كذلك في السلطات العمومية من عامل العمالة ومن كذلك المجتمع المدني، هنالك المغاربة الآن يرسمون ملحمة، أنقل عبر قناتكم هذا وبافتخار، المغاربة يرسمون ملحمة كبرى بهذه التعبئة المجتمعية من طبيعة الحال، قل نظيره وعز نظيره، وهذا الكلام ربما يبقى قد يقول قائل أنه كلام عاطفي، والحال أنه ليس عاطفيا، والحال أنه نقل موضوعي للذي يجري. ماذا حملني الناس من طبيعة الحال؟ الذي حملني الناس هو أن هنالك من طبيعة الحال مناشدات بتوفير الخيم، هنالك نقص صحيح، هنالك نقص في 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 يعني لوجستي في الخيم، هنالك نقص لوجستي في من طبيعة الحال في الأفرشة، وجدنا الناس لا زالوا في العراء، لا زال الناس في العراء، ومسألة توفير هذه يعني الخيام وتوفير الأفرشة والأغطية في يعني زمن قياسي بالنسبة للسلطات العمومية صعب جدا، لكن وللأمانة كذلك هنالك مؤسسة محمد الخامس للتضامن، هنالك القوات المسلحة الملكية مشكورة على الميدان، تعمل على نصب الخيم وتعمل على 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 إيواء المتضررين من هذه يعني الهزات الزلزالية وبما في ذلك حتى الارتدادات، لكن يعني كثرة الخسائر وجسامتها، تصور معي نتحدث عن 7000 أو 8000 أسرة
يعني متضررة. هذا رقم هائل جدا بالنظر للوعور التضاريسية. طب دعني أختم معك سيد عطيفي. ضيق أمام السلطات العمومية والتي يصعب عليهم طبيعة الحال في هذا القياس الزمني أن تعمل على استجابة للحاجات. نعم أختم معك سيد عطيفي على في هذا السياق. لو تكرمتك تكرم عينك. لو تكرمت على مستوى يعني المؤونة الغذائية وعلى مستوى يعني المواد الغذائية هنالك والحمد لله وفرة الدولة والمجتمع المدني استطاعوا يعني إيصال هذه المؤن إلى المتضررين، لكن يبقى من طبيعة الحال الحاجيات لا زالت من طبيعة الحال تحتاج إلى مواصلة المجتمع المدني المغربي التعبئة المتواصلة والمستمرة. طبعا سيد عطيفي انا اقول يعني في حضرتك وفي حضرة كل من يتابعنا من المغرب، عندما نتحدث بهذه الشفافية وهذه الصراحة لسنا هنا لنقلل من جهد المغرب. المغرب دولة عظمى ويقدم ما يستطيع لشعبه، وهذا الحقيقة جهد نتابعه جميعا، ولكن ايضا دعنا نعتمد على مبدأ أن صديقك من صدقك، وصديقك ايضا من اظهر عيوبك وبعض نقاط التقصير. لا يمكننا ايضا ان نغطي على بعض نقاط الضعف. هناك مناطق نائية ضيفنا في بداية هذه الساعة قال لم يصلها بعد لم تصلها بعد المساعدات ولا فرق الإنقاذ، ولا بد الحقيقة من هذه المكاشفة لأنه هذا يهم المغرب وهذا في صالح المغرب وليس العكس. أختم معك بسؤال عن فرق الإغاثة والمساعدات التي قيل بأنها بدأت في الوصول إلى المغرب. هل لاحظت في إقليم شيشاوة أي وصول لفرق إنقاذ أجنبية قطرية إسبانية أو غيرها؟ نعم سيدي، شكرا جزيلا على 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 هذا السؤال. إلى حدود اللحظة بالنسبة مثلا بالنسبة لإقليم شيشاوة، وللأمانة الموجود على الميدان مما عاينته يعني منذ يعني بداية تدخل السلطات العمومية وتدخل المجتمع المدني أو يعني الوقائع إلى غير ذلك، وعلى مدار أمس وإلى غاية اليوم هنالك الاعتماد الكلي على تدخل القوات المسلحة الملكية لفرق إنقاذ أجنبية على الميدان بالنسبة على الأقل لإقليم شيشاوة، ولكن من خلال تواجد الآن بالجارة أنزميز هنالك فرق إنقاذ إسبانية هنا بالميدان، وأنا عينت هذا على الأرض. أما في بالنسبة لإقليم شيشاوة فلا، هنالك اكتفاء بالقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية. لماذا توجيه من طبيعة الحال، وهذا يبقى من طبيعة الحال من صلاحية السلطات العمومية، لماذا توجيه هذه القوات أو فرق الإنقاذ الأجنبية إلى أمزميز وإلى ثلاثة يعقوب وإلى المناطق المتضررة الأكثر باعتبارها نقطة ارتكاز للهزات الزلزالية؟ هذا شيء طبيعي جدا. أما فيما يخص قول ضيفكم بأن هنالك مناطق لم يصلها أي شيء ولم تستفد من أي شيء، لإشارة أستاذي الكريم ولتنويرا لمشاهديكم الكرام، فالمسألة يعني درجة الضرر أو درجة يعني الهزة الزلزالية هي التي بطبيعة الحال أحدثت هذا الفارق في تعبئة السلطة العمومية وفي تعبئة التدخل. معنى ذلك هنالك مثلا في الحدود ما بين إقليمي الصويرة وشيشاوة يعني الذي حدث وهو تشقق أو يعني على مستوى الأبنية، نعم صحيح في بعض منها لا يصلح للإيواء وفي بعض منها لا يصلح للسكن، والناس بطبيعة الحال تم تمكنهم من بعض الخيام أو دبروا أمرهم عبر يعني الجيران، وهذه بالمناسبة من بين يعني القيم والرأسمال الذي ينبغي أن نفتخر به في المغرب، وهو هذه اللحمة الاجتماعية وهذه وهذا التآزر والتكافل. أما بالنسبة للمناطق الأخرى فأصدقني القول إن قلت سيد الكريم على أن هنالك جهود المجتمع المدني، ولكن هنالك جهود السلطات العمومية بالدرجة الأولى، وأعتقد أن المسألة هي مسألة يعني ساعات إن شاء الله تعالى، وسيتم التغلب أكثر على نأمل ذلك. السيد توفيق عطيفي، لحظة كريم سيد الكريم، أما فيما يتعلق ب يعني ما يمكن أن أسميه انفعالات مجتمع الوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فهي مسألة انفعالات، أنا أقول هذا مسألة انفعالات. أما النقل الموضوعي يا سيد الكريم فيقتضي أن نكون
في وضعية القارئ للمخاطر والدارس للمخاطر والقادر على إدارة أو على النقل العلمي والموضوعي للوقائع. طيب على كل حال في مثل هذه الكوارث المواطن يعبر عما يراه سيد عاطفي، ولا يعني لا يمكنه أيضا أن 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 يجامل أو أن يبالغ أيضا في 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 التقليل من جهود الدولة ولا جهود المجتمع المدني. السيد توفيق عاطفي الفاعل المدني والإعلامي كنت معنا من إقليم شيشا، ونشكرك جزيل الشكر. طبعا نستقي معلوماتنا من مشاهدات ميدانية، وضيفنا أيضا أكد هذا أيضا في بداية هذه الساعة. في مثل هذه الكوارث المواطن يتحدث عما أمامه وعما يتابعه، وقصة أن يبالغ أو أن يتحدث بعاطفة لا أدري، هذا التقييم طبعا يختلف، ولكن أنا أرجح بأن المواطن في النهاية صاحب الحاجة، إذا ضاقت عليه الحاجات ووجد نفسه وحيدا سيصرخ بالتأكيد ويحتج. وفي هذه الكوارث لا أحد يعيب على المغرب، لأن الكارثة أكبر من قدرات أي دولة، قلنا حتى لو دولة عظمى. أنا أكرر هذا، لست هنا لألتمس الأعذار أو إذا كان هناك تقصير أو ما شابه، لا، ولكن أنا أتفهم الحقيقة. ربما عدم الإمكانية المغرب أن تغطي كل المناطق المنكوبة، هذا حتى دول كبرى لا تستطيع ذلك. ربما العيب في أنه المغرب لم يفتح الباب لمساعدات دول عديدة حتى يتم تغطية هذا النقص. رضوان فاطمي من الجزائر يقول: تعازينا للشعب المغربي الشقيق، وهذه فرصة لتضميد الجراح بين الدولتين الجزائر والمغرب. أنا سأقتصر الحقيقة في قراءة بعض السطور لأن الوقت لا يتسع. أبو القعقاع من الدوحة يقول: المغرب من حقها أن تستقبل الذي تريد، بعض الدول تساعد، ونتابع قناة الجزيرة. يعني هذا أمر يعني بإمكانك أن تمتدح الجزيرة كما تشاء لأنك من قطر، ولكن الجزيرة على كل حال لا تحتاج إلى مدح. الجزيرة حتى المغاربة يشاهدون تغطيتها الميدانية. يا أبو القعقاع، دعنا الآن نبقى في الجوانب الإنسانية وهذا أهم. عبد العظيم من الأردن يقول: أرجو من ملك المغرب أن يتجاوز الخلافات السياسية ويفتح المجال لكل من يريد تقديم المساعدات لإخواننا في المغرب. أبو صهيب: الله يرحم جميع موتى المسلمين وشفاء جميع المصابين. سليمان قسمية من الأغواط يقول: المغرب لا يرفض المساعدات، قلنا بأن المغرب يقول الآن أكتفي بهذه الأربع دول، وإذا الاحتياجات يعني تطلبت ذلك سأفتح الباب للمزيد. يعني على كل حال أنا لست هنا لأدافع على المغرب، ولكن هذا ما يقوله المغرب. أشكر خالد من المغرب، عمر من المغرب، عبد اللطيف من أمستردام، عبد السلام، رشيد من ألمانيا، عبد العالي من المغرب، عبد المجيد من المغرب، بو الطيب، حسن العماري، فؤاد من الجزائر وآخرين. أشكركم فردا فردا، ولكن اسمحوا لي هذا ما سمح به الوقت. في ساعتنا الثانية هناك كارثة أخرى للأسف، وفي بلد عربي آخر ليبيا بسبب هذه الفيضانات وعاصفة دانيال، هناك مئات الضحايا، الأرقام يعني ليست دقيقة إلى حد الساعة، الحصيلة قد تكون مرتفعة للغاية. نأمل الحقيقة السلامة لأهلنا هناك. الآن نتوقف مع هذا الفاصل الإخباري، فلا تذهبوا بعيدا. بدأ هذا الموجز من لبنان. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، وعدد القتلى يرتفع إلى 7 أشخاص على الأقل. دعونا نتابع هذه المشاهد لجانب من هذه الاشتباكات.
بالله بين ظفرين يعني دعوة فقط لهؤلاء المتقاتلين من حركة فتح والطرف الآخر، ارتقوا إلى مستوى قضيتكم ولا تدعوا غيركم أن يشمت فيكم ويقول انظر ماذا يفعل الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة. أنتم أصحاب قضية كبيرة ومهمة في هذه الأمة، ارتقوا إلى مستواها. أنا أتحدث على هؤلاء المتقاتلين لأنه يعني غيركم يعطي دروس في المقاومة والشهامة والرجولة في الضفة أو في غزة أو في غيرها أو في القدس، وأنتم تتقاتلوا في مخيم عين الحلوة فتعطون الوجه السيء لهذا الجسم الفلسطيني وتاريخه العظيم. فعيب والله، ارتقوا إلى مستوى قضيتكم، تجاوزوا هذه الخلافات واتركوا المسائل للجوانب يعني لحلها للأطراف الصلح أو القانون أو غيره. عيب والله هذا الذي يجري في مخيم عين الحلوة الحقيقة يعني. إلى القدس الآن، قطعان المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى وجماعات الهيكل المتطرفة تواصل الحشد لاقتحام أوسع خلال الأعياد اليهودية بعد أيام. نتابع هذه المشاهد للاقتحامات واعتقالات أيضا لفتى فلسطيني. خليك صور توقفش. أوه خليك صور. افرد ليون نفطر. لا نفطر جوا. أبقى في فلسطين المحتلة هذه المرة في الضفة، قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقب الجبر وتنفذ حملة اعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة. طبعا وجهت في بعض المناطق بمقاومة شديدة من قبل المقاومة الفلسطينية. نتابع جانب من هذه المشاهد. اشتباك في جنود تصاوبوا. ابعد لك ابعد. انو هذا؟ ارجع. محمد ابعد، محمد ارجع. إلى الخبر التالي من السعودية، وفد إسرائيلي يجري أول زيارة علنية إلى الرياض لحضور اجتماع ليونسكو. يشارك وفد إسرائيلي في اجتماع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو، يعقد في الرياض في أول زيارة علنية إلى المملكة التي لا يربطها بدولة الاحتلال علاقات دبلوماسية. لا ندري هل كان بإمكان المملكة أن تقول لا لهذا الوفد على اعتبار بأن الاجتماع هو اجتماع دولي، لا أحد يعلم، ولكن بإمكان السعودية أن تقول لا أعتقد. نختم بمصر. القاهرة غاضبة بعد إعلان أثيوبيا انتهاء الملء الرابع لسد النهضة. أضحكني هذا الخبر. طيب غاضبين ليش؟ ما وأنتم دفنينها سوا. هناك بعض النشطاء قالوا بأن السيسي منذ 2015 اتفاهم مع الأثيوبيين، روحوا اعملوا ما بدا لكم في سد النهضة، المهم اعترفوا بنظامي وساعدوني مع الأفارقة حتى يبيضوا صورتي. وهذا الذي حصل، هذا ما يقوله النشطاء، ليس كلامي. لأن الحقيقة التعاطي المصري مضحك، كل مرة قال لك نعمل اجتماع، أي تهديد ووعيد وبعد ما صار شيء، وكل مرة اجتماع والآن الملء الرابع، وأثيوبيا تعيش في نغنغة وتعد العدة الآن لنهضتها بعد هذا السد العظيم، ومصر ما تزال تتأوه وتتبع كل مرة اجتماع والآن غاضبة. غاضبين على إيش يا حبيبي؟ غاضب على إيش يعني؟ راح يقول لك لا والله ما راح نملى، هم ملأوا قال لك راح نملى،
الملء الرابع أنت عارف الأول والثاني والثالث والرابع الآن. طيب وإلا يملى في السر مثلا ما يقول لك والله لا أدري أنا ليش مصر غاضبة يعني وغضبين شو بدكم تعملوا حتى تغضبوا يعني ما العمل بعد هذا الغضب؟ لا شيء. اعتبرت مصر إعلان أثيوبيا إتمام الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاكا جديدا من أديس أبابا وعبئا على المفاوضات المستأنفة بينهما. الله أكبر. يعني لسان حال أثيوبيا ربما أعلم في خيلك اركبوا يعني هذا ما يقوله الأثيوبيون. هم الحقيقة أظهروا خطاب جيد قال لك تعالوا نتفاوض وجلسوا مع السودانيين وجلسوا مع المصريين لكن ماضيين في مشروعهم. أنت اللي من البداية اتعكز ومش قادر تتصرف في هذا الملف. فشل فظيع الحقيقة مصري وسوداني فيما يتعلق بسد النهضة. وأثيوبيا نستطيع أن نقول نجحت في إتمام مشروعها ونجحت في ملء السد وماضية في طريقها. العيب على العرب. بعد الفاصل نتحول إلى ليبيا وكارثة هذه الفيضانات وإعصار دانيال. مئات الضحايا كما تردنا التقارير من هناك، لا يوجد أرقام دقيقة الحقيقة، نؤكد على ذلك إلى حد الساعة. طبعا الضحايا أغلبهم أو كلهم في الشرق الليبي لأن الإعصار اللي تابع ربما الإعصار هو مرة من الشرق الليبي أكثر منه من الغرب الليبي. عاصفة دانيال، سنتحدث عن هذه الكارثة ونستمع لأصوات أهلنا في ليبيا هناك إذا تمكن بعضهم من التواصل معنا، ونسأل أيضا على الإغاثات المطلوبة وهل بإمكان الغرب الليبي أن يساهم في هذه الإغاثة ويتجاوز جراحات الماضي. نعود لهذا الموضوع بعد لحظة.